يسعد لي مساكم، يسعد لي اوقاتكم، الله يسعدكم صبايا من وين كنتوا عم بتتابعوني. كيفكم؟ شو الاخبار؟ طمنوني عنكم. ان شاء الله يا رب وانتوا عم بتشوفوا فيديو اليوم بتكونوا بخير وصحه وعافيه. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد. خلونا نصلي على النبي ونبلش بفيديو اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كل عام وانتم بألف خير، الله يا رب يعيدوا علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والصحة والعافية. إن شاء الله يا رب عيد الجاي بتكونوا على جبل عرفات، إن شاء الله يا رب كل عيد هيك بتكونوا مجتمعين مع أهاليكم وحبابكم على خير. كيفكم مع عجقة العيد ووقفة العيد وتحضيرات العيد؟ شو عم بتعملوا؟ شو عم بتساووا؟ تعالوا خبروني. هلأ هذا الفيديو أكيد رح تشوفوه لما بتكونوا مخلصين كل شغلكم مثلي. قلتلكن إني رح أخد استراحة يومين وآخر يوم رح صور لكم تحضيراتي ليوم العيد. هلأ الفيديو اليوم رح ينزل شوي متأخر، بس يلا معلش بما أنه وقفة والكل بيكون مشغول، فهلأ بتكونوا خلصتوا شغلاتكم، جهزوا لكم فنجان قهوة وتعالوا حضروا الفيديو وتعالوا حتى نعيد على بعض. سبحان الله، يعني الواحد شقد من حضر حاله قبل العيد، بتلاقوا يمكن بيومين بثلاثة بأسبوع بيعزل ويشتغل حلويات العيد، بس وقفة العيد لابد من العجقة. الحمد لله رب العالمين، الله يا رب هيك يعيدوا علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية. بس الحمد لله رب العالمين هالمرة هيك حسيت حالي مسيطرة على الوضع، يعني بلشت اشتغل على بكير شوي، فبتلاقوني اليوم يعني حوسة سريعة. بقيان كان هون عندي وجبة الغسيل، امبارحة عزلت اخر الشي المطبخ والحمام الله يكرمكم، فاليوم كانت اللمسات الاخيرة، باقي عندي طوي الغسيل، وجبة غسيل، وبدي اطبخ الرز بحليب والمهلبية. وغير هيك حبيت انه يكونوا شغلاتي كلياتهم على الصبح لحتى انه باقي النهار، يعني بتعرف الواحد صايم واكيد رح يتعب، وكمان لحتى نتفضل العبادة. فالحمد لله رب العالمين، الله يا رب هيك يتقبل منا ومنكم الصيام والدعاء وصالح الاعمال، والله ما نسيتكم من دعواتي. هلأ بما انه امبارحة هيك سويت حوسة تقيلة للمطبخ وللحمام، فكانت اليوم هيك حوستي على السريع، مسحت الغبراء، البيت كلياته من امبارحة مشطوف، فعملت له مسحة سريعة وصار مثل الفل، الصالون مرتب، غرف النوم مرتبة، الخزنة مرتبة. يا سلام لو هيك يثبتوا هدول الشغلات وما بعد يومين ثلاثة تفتحوا الخزانة تلاقوا ما شاء الله الولاد ايش عاملين فيها. فالحمد لله رب العالمين. هلأ هون بقى أمنع كل شغلاتنا خالصين وما باقي ورانا شي، صار بقى وقت طبخ الرز بحليب والمهلبية. هلأ ما بعرف إذا الكل بيعملوا رز بحليب ومهلبية، تعالوا كتبوا لي يا صبايا من وين عم بتتابعوني، بتعملوا رز بحليب مهلبية أو لشوان بعملوا محلاية ولا ما بتعملوها؟ ما بعرف، بحس نحن أهالي حلب لازم بكل عيد يكون في مهلبية. هلأ هي الأساسي مهلبية، بس في ناس بتعمل رز بحليب، وأنا لأني ما الكل عندي بياكلوا مهلبية فرح أعمل الاثنين. هلا بدي اعمل لتر حليب مهلبية ولترين حليب راح اعملهم رز بحليب. مثل ما شفتوا اول شيء انا بدي احمي الطنجرة لحتى شوط الحليب لحتى تعطيني طعمة الشويت للمهلبية. شفتوا خليت الطنجرة تسخن كتير كتير منيح، وبعدين كتيت فوقها شوية حليب، وبعدين كتيت باقي الحليب. طبعا هلا هون كان الغاز مطفي، وبدي اطبق مكونات المهلبية كلياتها على البارد. مثل ما شفتوا هلا حطيت الحليب وحطيت السكر وحطيت النشا. هلا لكل كاسة حليب بحط لها نص معلقة نشا ومعلقة سكر، وبالاخير رح اطحن معلقة سكر صغيرة مع حبتين مستكة وحط لها ياهن لحتى تعطيها الطعم المميز تبع المهلبية. في ناس ما بتحب تحط مستكة، بتحط فانيليا، بتحط ما زهر، بتحط ما ورد، كل واحد النكهة اللي بيحبها بيضيفها على المهلبية. هلا بالنسبة لي أنا بحب المهلبية تكون شايطة وبالمستكة. الرز بحليب ما بضيف له شيء أبدا أبدا، لا فانيليا ولا مستكة ولا ما زهر، بحس هيك طعمته إنه بدون ولا نكهة أطيب. فسبحان الله دائما بقلكن الأكل ذوق شخصي، كل واحد شلون بيحب الأكلة بيطبخها على ذوقه. هلا هون شايفين المهلبية استوت عندي،
وشايفين لما بحركها شلون قوام المهلبية بتحسوه فيه شوية مطة. هلا بيقولوا المستكة بتعطي للمهلبية مطة، حتى بيحطوها مع البوظة عشان تعطيها هاي النكهة الطيبة وتعطيها المطة. شايفين شلون صارت ما أحلاها. هلا هون صارت المهلبية جاهزة وبدي اسكبها بالزبادي. هلا قلتلكن أنا اليوم عملت لتر حليب، ساوالي هاي الكمية، ورح ساوي هلا الرز بحليب. هلا بما انه شوطت المهلبية قلت ما بدي شوط الرز بحليب، رح اطبخه هيك بدون تشويق. كمان مقاديري للرز بحليب، حطيت لترين حليب، حطيت كاستين شوي رز مصري مغسول، وراح احطهم على الغاز لبين ما يغلوا ويستووا، بعدين راح اضيف السكر. كمان انا لكل لتر حليب بحط له كاسه شاي سكر، يعني نفس الكاسه اللي عيرت فيها الرز بحط له السكر، بس ما بحط السكر لحتى يستوي عندي الرز. هلا تقريبا بياخذ معي على الغاز يعني نص ساعه اكثر شوي لحتى حبه الرز تستوي وتطالع النشا تبعها، وهي اللي تسمك الحليب. يعني انا راح اعمل الرز بحليب بدون نشا. هلا بالعاده انا بطبخ الرز بحليب هيك، يعني لتر حليب، كاسه سكر، كاسه رز، بيطلع ما احلاه. بس ما بعرف هالمره الرز اللي مستخدمته حسيته يعني شلون بدي اقول انه نفش، يعني اعطاني سماكه اكثر من المطلوب، فعشان هيك زدت تقريبا الحليب اخر شيء كاسه حليب لحتى حسيت انه هيك قلت شوي كميه الرز. شايفين شلون هلا هون لما جيت حرك الرز بحليب حسيت يعني الطنجرة كلياتها رز، عشان هيك رجعت ضفت شوية حليب وحطيت له السكر وخليته يغلي تقريبا 5 دقايق وصار بقى جاهز للسكب. وبتمنى منكن يا صبايا اذا وصلتوا معي بالفيديو لهون وحبيتوا وما كنتوا مشتركين بالقناة تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى تصلكن كل فيديوهاتي. وإذا كنتم من أصدقائنا بالقناة فعم بستنى تعليقاتكم ولايكاتكم الحلوة، خلي لي قلبكم أنا. وانتو يا صبايا شو عملتوا حلويات للعيد؟ تعالوا احكولي، خلصتوا اموركم؟ شو مخططكم لبكرة؟ ناويين تطلعوا ولا تعيدوا مع الاهل ولا بالبيت؟ هلا اكيد اللي حواليهم اهاليهم وبيت حماهم اكيد بيكون العيد احلى مع الاهل، بس اللي بيكون هيك مثل حالاتنا لحاله فبيختار له شي مكان لحتى يطلع لي. سبحان الله، يعني حلاوة العيد وبهجته بتلاقوها هيك بالجمعات بالأهل بالناس. يعني هداك العيد كانت مرت عمو معانا، هذا العيد لحالنا، رجعنا هيك لعادتنا القديمة يكون عيدنا لحالنا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على هذا الحال. وعلى كل حال شفتوا العيد الماضي كان جوزي يعني عمل الحادث تقريبا كل شهر فما طلعنا من البيت. لا الحمد لله رب العالمين، هذا العيد يعني صح لحالنا، بس الحمد لله جوزي صار وضعه أحسن وإن شاء الله هيك ناويين نطلع ونغير جو. وإن شاء الله كل سنة وإنتوا سالمين وعبال كل سنة وتضلكن بخير وصحة وعافية، إن شاء الله عيد الجاي نحن وإنتوا على جبل عرفات. هلأ هون أنا بعد ما سكبت الرز بحليب والمهلبية تركتهم تقريبا ساعتين أو أكتر شوي. بتعرفوا هلا الجو شوي شوب، لا مو شوي كتير الحمد لله رب العالمين، فبدهم وقت لحتى يبردوا، هيك استنيتهم لحتى فتروا، بدي غلفهم ودخلهم على التلاجة لحتى يبردوا. هلا في ناس ما بتغلفهم بتحطهم مثل ما هن بالتلاجة. هلا ما بعرف انا احيانا ما بغلف مثلا صحن او صحنين، بتحسوا الوجه تبعهم بينشف، يعني الرز بحليب الوجه هيك بيصير له وجه وبينشف، والمهلبية لما بتجوا مثلا بتكون تاكلوا منها بتحسوا فعلا صار هيك وجه ناشف وقاسي، بينما بالتغليف اذا بتبقى عندكم اسبوع بالتلاجة ما بيصير لشي. هلا صحيح الواحد بينعجق بيوم الوقفة وبيشتغل، بس انه تاني نهار يعني تخيلوا معي، هلا انا طيب خرز بحليب والمهلبية
والبيت نظيف وسلة الغسيل نظيفة وما عندي شيء أبدا أبدا. بتفيقوا تاني نهار ما عندكم شغل، وخاصة إذا بدكم تطلعوا من البيت، هيك بتطلعوا وبترجعوا والبيت بيضل نظيف ومرتب. هلأ هداك العيد لأ كان مختلف شوي، يعني كمان عملت رز بحليب ومهلبية بس ما عملت حلويات العيد. وتاني نهار ما طلعنا طبخت، عملت كبة سفرجلية، حتى والله كنت قبل بيوم انه مساوية الكبة وسلقتها ومجهزتها، قلت لحتى يوم العيد كمان ما انعجق بالشغل. فعن جد يعني اذا بدكم تطبخوا طبخة كبيرة حضروا من اليوم عشان بكرة هيك تنبسطوا بالعيد وما تنعجقوا بالشغل. هلا بما انه صايمين وشفتوا بالصيف النهار شقد بيكون طويل، وغير هيك الشوب، الله يا رب يرحمنا برحمته ويكتب أجرنا وأجركم إن شاء الله. فقالوا لي خلاص يعني ما تطبخي، بكفي الشغلات اللي راح تشتغليها بالبيت. فقالوا لي خلاص يعني منجيب أكل من برا، إذا بدك تعملي سلطة أو تعملي شوربة. قلت بما أنه البقلة ما شاء الله برا معبية الحديقة، بعمل جاط بقلة وهن بيجيبوا الأكل من برا. فجايبين نابلسية، يعني لازم نتحلى بما أنه الواحد صايم، قلت خلينا نتحلى. وهون جبنا شوكولاتات العيد، وبما انه وصلنا لشوكولاتات العيد فمعناها خلصنا كل تجهيزاتنا. قلت لحالي خلينا نشرب فنجان قهوة وناكل نابلسية ومنصلي المغرب وبعدين منجهز العشاء ومنتعشى كلياتنا. وانتو يا صبايا شلون كان يومكم؟ شلون كان صيامكم؟ ان شاء الله ما تعبتوا، الله يا رب يكتب اجرنا جميعا. خلصتوا عجقة يوم الوقفة ولا لسه ما خلصتوهم؟ كأنه إذا الواحد يشتغل أكتر مثل ما بيقولوا بينتكش معه شغل أكتر. شفتوا أنا قلتلكم ماني زمان معزلة، بس هيك بدي أعمل يعني ترتيبات، النحوس تقيلة للصالون، ترتيبات لخزن المطبخ مع مسح من برا. هيك كانت الخطة. سبحان الله الواحد بيخطط شي بيجي عرض الواقع شي تاني. أول شي قلت خليني أعمل هيك ترتيبة لخزن غرف النوم. يعني فتحت هاي الخزانة، شفتوا نحن وقت اللي جينا ضبينا الصيفي يعني تركنا شوي لأنه كان في شوية برد، ورجع أجانا برد رجعنا طالعنا من اللي كنا ضيبينه، فلقيت لسه بقيان عندي شتوي، ومن هون غرض ومن هون غرض، فبتلاقوني رجعت طالعت الشتوي. والله يمكن أخذوا معاي خزن الغسيل لحالهم يمكن 4 ساعات وأنا عم برتب فيهم. هدول ما كانوا من ضمن الخطة. بعدين إنه شفتوا الصالون، فكيت الوجوه الكنبايات غسلتهم، فكيت البرداية غسلتها، شطبت الأرض، ليفت الباب، مسحت الحيطان. كمان هذا أخذ معاي يمكن نص النهار وأنا عم بشتغل فيهم. بعدين جيت آخر الشي على المطبخ على أساس هيك ترتيبات على السريع، بس ما بعرف بتفتحوا هاي الخزانة هي ما مرتبة، بتفتحوا هاي الخزانة مطربانات البهارات بدهم تفضاي وتليف ويرجع الواحد يعبيهم من أول وجديد. والتلاجة كمان قلت قبل ما أحط فيها الرز بحليب والمهلبية خليني أعمل لها هيك تليفة وتمسيحة، كرم جيف وقت العيد منحطهم بتكون نظيفة، ومسحة للباب ومسحة للشباك ومسحة للسيراميك ورا الغاز، وشطفنا الأرض. يعني كمان أخذ معاي كم ساعة، بس يعني بيستاهل هذا التعب لما الواحد هيك مثل ما قلت لكم بيعمل فتلة بالبيت وكل شي نظيف وكل شي مرتب. بقول الله يا رب يدوم علينا الصحة والعافية لحتى هيك نتم نشتغل ونرتب وننظف. هلأ هون أنا صارت قهوتي جاهزة وتحلايتي جاهزة وصار بقى وقت الإفطار. هلأ فيديو اليوم سريع ومختصر، حبيت هيك بس شارككم يوم الوقفة شو عملت شو ساويت، وإن شاء الله بعد العيد بنرجع لروتيناتنا ولتصوير الفيديوهات الطويلة. هلأ مثل ما قلت لكم اليوم رح نجيب أكل من برا، أو بالأحرى جابوا أكل من برا، وأنا جهزت جاط فتوش. بس لو أصور لكم البقلين، يعني شفتوا شهر رمضان؟ يعني قضينا الشهر كله ونحن عم ندور على بقلين، والله أعلم ما كان موسمها فما لقيناهن. هلأ يعني ما في شجرة ما في تحت بقلة، ما في مثلا بين النعناع الخيار البندورة طالع بقلة. البندورة عندي شفتوا هلأ أجب هدول الكم يوم شوب، ما شاء الله تبارك الرحمن مليانة، كلياتها استويت وبدها تقطيف. فان شاء الله هيك بعد العيد برجع بصور لكم الخضره ومنقطفها مع بعض. وهلا هيك غدانا صار جاهز، الله يا رب يدوم علينا هالنعم ويحفظها من الزوال.
ولهون بكون وصلت معاكم بالفيديو لنهايته، وان شاء الله بشوفكم فيديوهات وراتنات العيد على خير. ان شاء الله كل عام وانتو بألف خير.